بيحكوا دائما الشخص لازم يدور على الإلهام، يدور على مصادر القوة، وإحنا فعليا اتجهنا من العاصمة عمان إلى إربد عروس الشمال، وبنحيي كل أهالينا ومتابعين قناة رؤيا في إربد لحتى نلتقي في بطل من الطراز الرفيع جدا، بطل مش عادي وقصة مش اعتيادية، واحد من أبطال الأردن والعرب في رياضة الجري على الكراسي المتحركة، شخص يعني إذا بحكي لكم عنه يعني بدي بجوز نص ساعة أحكي عن قوة الإرادة ما شاء الله تبارك الله، والتصميم اللي موجود عنده اللي هو صنع قصته من لا شيء بأقل الإمكانيات وبأقل كميات من الدعم، صنع قصته ووصل لأعلى قمة في إفريقيا، تسلق كليمنجارو، وأيضا كان في عنده إنجازات رائعة جدا راح نتحدث عنها، عم بحكي لكم مع وعن الكابتن علي سوالمي البطل الأردني العربي الكبير في لعبة الجري على الكراسي المتحركة، لحتى نستلهم من قصته ونقدر نحكي شوي صغيرة للأجيال القادمة وللأشخاص اللي عم بيبحثوا عن مصادر قوة وعن مصادر إلهام عن طريق الرياضة، إنه أنت بتقدر تصنع قصتك ولكن بدك هاي الإرادة. صباح الفل كابتن، أهلا وسهلا فيك وشرفتنا. صباح الورد كابتن، واهلا وسهلا فيك وفي محافظه اربد مدينه الحسن الرياضيه. اهلا وسهلا، طبعا نحن موجودين في مدينه الحسن في الرياضيه في اربد، نتشكر الاستاذ ايضا ادريس بني عيسى مدير العلاقات العامه ومدير المدينه ايضا الاستاذ جمال الزعبي على الاستضافه، وكان تعاملهم يعني فعلا لطيف وسريع جدا في الترتيب، فشكرا جزيلا لكم على استضافتنا اليوم. كابتن حضرتك يعني بطل من ابطال الاردن والعرب في رياضه الجري على الكراسي المتحركه، قصة ما كانت سهلة نهائيا، سنوات وبلشت في كرة السلة، إذا بتلخص لي هيك هالمسيرة مثلا بدقيقة مثلا. كابتن، هو أي شخص عنده إرادة، عنده هدف، عنده طموح قادر يصل لهذا الهدف والطموح بإرادة وعزيمة، وطبعا هذا الإشي ما بيجي من فراغ، أنت لازم تواظب على تمارين مستمرة، لازم تكون منظم لوقتك، أنه في عندي مثلا غدا تمرين الساعة كذا للساعة كذا، عندي دوام، يعني هذا كله بده ترتيب، مش بالسهولة أنه أنت تقدر توصل لهاي المرأة أو تقفز قفزة معينة بدون ما تكون أنت منظم حياتك. حلو، عشان برضو نوضح كابتن للناس اللي عم يشوفونا، حضرتك بتشارك في مسابقات الماراثون ومسابقات الجري لمسافات كبيرة، وعملت ماراثون كامل 42 كيلو أكثر من مرة، عندك إنجازات كثيرة على مستوى المملكة طبعا وعلى مستوى العرب، وفي ماراثون دبي وفي جدة وفي بيروت، طبيعة المسابقات هاي ما بتكون سهلة، فأنت بتكمل 42 كيلو ماراثون بجوز الأشخاص العاديين طول حياته ما يقدر أنه يركض 42 كيلو، بتكمله على الكرسي المتحرك، شو بتطلب هذا الإشي؟ طبعا هذا كل كابتن بتطلب قوة تحمل وإرادة حتى تقدر توصل لهاي المسافة، احنا مش بالساهل كابتن وصلنا لهاي المرحلة، انا ليس بتدرب اكثر من 12 سنة في مدينة الحسن، وزي ما حكى لك الكابتن الاستاذ ادريس يعني انا ابن المدينة وحافظيني، فشو اسمه هذا الشيء ما اجى من فراغ، تدريب مستمر، دعم دائما، نحن كابتن بنحاول نعكس صورة ايجابية للاشخاص ذوي الاعاقة في المجتمع، كونه يعني في بعض الثقافات بفكروا انه الاشخاص هذول أشخاص مساكين أو مش قادرين يعملوا شيء، لكن اليوم إحنا أثبتنا للناس إنه الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين يحققوا إذا أي إنجاز إذا ما توفر لهم الدعم والمساعدة. تمام كابتن، أنت عملت أشياء، بحكي أي شخص يعني حتى لو رياضي أحيانا بتكون شغلات مستحيل إنه يعملها أو صعبة جدا يعملها، يكمل ماراثون 42 كيلو وتسلقت قمة كليمنجارو، أيضا لحتى تثبت إنه الشخص من ذوي الإعاقة ممكن يكون رياضي ممكن يعمل أي شيء بده إياه في الدنيا. صحيح كابتن، الأشخاص ذوي الإعاقة زي ما حكيت لك قادرين يعملوا أي شيء بالحياة، ما في شيء مستحيل، قمة كليمنجارو أتت هي لكسر حاجز الخوف أو لكسر حاجز أنه ما في شيء مستحيل عندي، فاستطعت أنا خلال 5 أيام مع الكابتن مصطفى سلامي الوصول لقمة كليمنجارو في شمال شرق تنزانيا، وكنت الشخص الوحيد على كرسي متحرك بيصل لهذه القمة. كذلك كابتن بال2019 كان عندي قصة تحدي، مشيت من مدينة الحسن الرياضية على كرسي متحرك لملعب المحدود في مدينة العقبة 420 كيلومتر خلال 3 أيام، كان برفقة جميل أردني للماراثونات. طبعا كابتن أنا دائما بحب أشكر كل الداعمين وكل
الجهات اللي عم برعوني منها البنك الأردني الكويتي كابز طبعا البنك التجاري طبعا الأردني. طبعا كابتن فهذا كله شيء ما اجى من فراغ كابتن. نعم 100%. رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة مش سهلة، بدك إمكانيات، بدك دعم، بدك مساعدة. نحن نعرف أنه للأسف كمية الدعم مش كافية، التهيئة البيئية مش موجودة، يعني بجوز بالنسبة للتقارير فقط 2% من المنشآت في الأردن مهيئة بيئيا للأشخاص على الكراسي المتحركة. قديش هذا الإشي بصعب المهمة؟ كابتن انت بدك الان، انا دائما بحكي انه انت لازم تتاقلم مع الحياه او مع المنطقه اللي انت عم تتعايش فيها. يعني في الحظر كان ممنوع التدريب وانا كنت اتمرن في الحاره اللي انا عايش فيها، وكثير كان اشخاص عم بيشوفوني انت تتمرن بقريه، فهذا شيء صعب. يعني شوفوا شخص على كرسي متحرك بتدرب بقريه، لكن هذا العكس صوره ايجابيه، في ناس صاروا يطلعوا ويمشوا بالشارع كل يوم بعد يوم معي. دائما نحن لازم نثبت وجودنا، ما ننتظر الاخرين، نحن لازم نظهر على الساحه ونفرج الناس نحن قادرين ويعني شخص عادي من المجتمع. طبعا 100%. بالنسبه للماراثونات تحديدا كابتن، يعني لما تعمل 42 كيلو التجهيز البدني خليني احكي غير التجهيز النفسي، كيف بيكون شكله؟ يعني انت كم ساعه بتتمرن في الاسبوع؟ كيف طبيعه تمرينك؟ هل في مثلا مدرب مسؤول عن تمرينك؟ انت عم تبني القوه العضليه، بتحتاج قوه عضليه كبيره في الايدين، في عضلات الكور، بطن، الظهر، لازم يكون عندك قوه بدنيه عاليه، كيف شكل التمرين بيكون؟ كابتن انا بتمرن لوحدي، لكن في بعض العدائين والكباتن المعروف مثل الكابتن خالد هنداوي، يعني نستشيرهم في بعض الامور، هم ما بيقصروش حرام معي. تمريني كابتن انا هون تقريبا السبت 2/4 عندي تمرين تحمل، عندي تمرين سرعه، وعندي تمرين فارتلك، فدائما انا بكون يعني مستلهم التمرين، يعني بنتظر التمرين بشغف حتى اعمل. فكل يوم بعمل تقريبا ساعتين، امبارح يعني كان تمرين هون في مدينه حسن، عملت 25 كيلومتر خلال ساعتين بس على الكرسي الخاص. الكرسي الجري انا بستخدمه بس للسرعات. حلو. الحديث عن الكراسي، مش كل الاشخاص اللي من ذوي الاعاقه اللي حابين يدخلوا في عالم الجري على الكراسي المتحركه بتوفر لهم كراسي متحركه، وهناك انواع مختلفة، وبعض أنواع الكراسي اللي خاصة في السباقات مكلفة جدا، فكيف الجو يعني في هاي المنطقة؟ حقيقة كابتن إنه هذه هي كانت المعيقة الأساسية في وصولي لحتى تأخرت لحتى ظهرت خلال الفترة هاي، لأنه الكراسي غير متوفرة وغالية الثمن. يعني الكرسي تقريبا بوصل 5,000 دولار غير تكاليف الشحن، وقطع الغيار غير متوفرة كمان. فهذا كله بعيق أي شخص حاب يمارس هاي اللعبة، إلا إنه بعض الأشخاص استطعنا نسعى لهم التعاون مع بعض الجهات وحصلنا كراسي، يعني مش هذيك الكراسي الحديثة جدا، لكن قدروا انهم يظهروا ويشاركوا على هذه. حلو الكراسي. حلو كابتن. طب بدنا نفرجي جزء من تمرينك للناس، شو رأيك؟ أوكي. نكون مع الكاميرا مع ضرار، خلينا نشوف كيف بتبلش انت بالعادة بالعادة بتعمل استرتشنج اطالة للايدين، فعلا انت اكثر شيء بتعتمد على الايدين كابتن. تمام. فعلا بتحمي وبتعمل الإطالة المطلوبة، وبعدين بتلف حوالين الملعب. طيب خلينا ناخذ لنا هيك لفة سريعة مع كابتن علي، هاي ضرار نحن معك، خلينا نشوف التمرين كيف بيكون شكله بشكل عام. يب. شوف ما شاء الله، انا تعبت مع الكابتن. شوف نحن وصلنا سرعه 4.2، يعني كانت سرعتنا سرعه ممتازه جدا على تقريبا 100 متر عملناهم. ما شاء الله عليك كابتن، عن جد ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، ما شاء الله تبارك الله، الله يعطيك الصحه ويعطيك هاي القوه، ضلك مصدر الهام. ايش بتحكي للشباب
وايش بتحكي للاشخاص ذوي الاعاقه؟ كابتن احنا دائما بنحكي انه ما في شيء بيعيقنا ما دام احنا قادرين نثبت وجودنا من المجتمع ونكون اشخاص فاعلين. حلو، ما شاء الله عليك، الله يعطيك العافيه. هاي رسالتنا اليوم من اربد، لا يوجد اشخاص معاقين ولكن يوجد مجتمع معيق وممكن الاعاقه تكون في داخل مخنا. انطلقوا وشاركوا وتحمسوا والعبوا رياضه، ما فيش شيء مستحيل. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا هيثم، عن جد دائما العزيمة والقوة والإرادة، والشخص إذا عن جد مؤمن بكل طاقاته لا شيء يعيقه من تحقيق أحلامه. فشكرا لك وشكرا لضيفك.